اكبر واحده في مصر دي اكبر ويل في مصر فعلا. يلا يا سندريلا. مايكل جاكسون ايه الاخبار؟ صباح الفل. ايه ده سندريلا الدنيا لالا لولا 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 لالا لولا اهلا بكم في سلسله فيديوهات اعمل ايه تعمل لو عايز تروح زيت بار. ايوه المكان اللي فيه الفريز ويل الكبيره دي، ومعانا يسرى احد سكان زايد وراحت مره قبل كده، هتكون مرشدتنا النهارده. كلنا عارفين زيت بارك اللي في الشيخ زايد، بس بنخاف نروح عشان الاغنياء بس، فهل هي فعلا الاغنياء بس؟ ولو عايزين نروح الموضوع هيكلفنا كام؟ فيلا بينا نشوف الحوار ده. هتركب عربيات اكتوبر وتنزل عند هايبر 1، ومن الموقف اللي هناك تركب عربيات كنديه، والاجره ب 4 جنيه او ساعتها كانت ب 4 جنيه. عشان الفيديو ده متصور من حوالي 6 شهور، وبعتذر عشان ما عرفتش امنتجه وانزله ساعتها عشان وتخليه ينزلك زيت بارك عند بوابه 4. لا الله الله الله. يلا بينا نروح نجيب التكت. تمام شكرا. بص هو بيديك لعبه مش عارف ايه، بس انا خدنا ال طبعا هنرمي الكلام ده كله في الزبالة، عشان دلوقتي التيكت بقت ب 200 جنيه، وعبارة عن 50 جنيه رسوم دخول وكارد، و100 جنيه رصيد على الكارد، و50 جنيه كوينز لألعاب الكرنفال، ما عدا الويك اند بتبقى 250 جنيه، وال50 جنيه دي بتتزود على الرصيد، والمواعيد من 1 ل 10، وفي الويك اند من 2 ل 12. وكل هب هب جدا. بس قبل ما نخش انا جعان، فيسرى تودينا عند نور عشان ناكل احلى طبق فول. يلا بينا. يلا. وفرحان قوي. تركب العربيات الصفراء اللي رايحه مستشفى. مستشفى وتنزل عند الجامع الابيض. هننزل عند الجامع الابيض ونعدي نور هناك اهو. يلا بينا. متاكدين ايه؟ عايزه ناخد زيت الخبز ازود زيت الخبز، وعايزه واحد فول بالبسطرمه. لا سوري بيت بالبسطرمه، واتنين بابا الصوابع وبابا غنوج والسلطات بقى. هتنبسط. انا مبسوط جدا. Yeah. شكرا جزيلا. معانا الويلز دي بعدين، ومعانا الكوينز دول بعدين، ونخش التكت. يلا بينا. صرف زين. ايه الصرف زين؟ يلا بينا. بص ده غريب جدا. يلا يا لهوي على الجمال، احنا كل ده عند البوابه بس. واخد بالك دي واحده واقفه بتغني. فين ايه ده دي؟ بسألك عارف دي ايه؟ يلا يا سندريلا. ايه ده؟ سندريلا يا سندريلا. سندريلا. انت مستعد؟ مستعد. يلا بينا. يلا بينا. بس دي اعتقد الكيدز اريا. تعالى ندخل. زي دي غريبة جدا. بس ده في زي خطوات في الأرض بتقولك تمشي ازاي، واخد بالك؟ يا ولد الذين بتوع زايد. المفروض ده الحمام. بص الحركة دي. الله الله. رايحين نجيب ماب للمكان. أني باب؟ يعني انت تفضل معانا على احنا مشينا لحد ما تقفل. طب فين الكايروكي اللي هنا قدام كده على طول؟ عايزين نختار اغنيه بتحب مين؟ عارف القناص مفيش تامر ابو غزال، ام كلثوم، جورج وسوف، عمرو دياب، عيد ميلاد جنب.
ايه الحاجات دي؟ عايزين حاجه في ريكو اهو. صخبط صخبيط لغبط لغبط مسك الالوان ورسم على الحيط. يلا حاسس ان احنا عملنا دوشه شويه. حاسس مش متاكد. حاسس مش متاكد. الناس يا رغزه يا جماعه اسفين. انا عايز اسالك سؤال معلش ممكن يكون اتسال لك كتير بس انا عايز اعرفه يعني الدنيا دي فيها كام بلياتشو؟ عايزين دبدوب. هو اكبر دبدوب موجود. عايزين هالو كيتي عشان تمانية ايه؟ انا عايز اعرف. خد كوين. بعد ايه انت لازم تجرب. ينفع اعمل واحدة سلام دانك؟ فين الكوين؟ ماشي ماشي. خد كوين اهو. لازم اجيبها فين؟ فين الستارز؟ ماشي 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 مش هنقول لحد. ادينا اربعة فاضل اربعة ونجيب الدب. يلا بينا يلا بينا. دي جات فن. الشميس ده كان جاي لي هديه وقتها بمناسبه عيد ميلاد من بدك وده وده كمان وعندهم حاجات تانية هتلاقوا اللينك في الكومنتات. كور كور هتنشلي. شجعني. يلا يلا يا يسرا شغل لها مزيكه جيمس بوند. يلا بينا. مغنطه بس مكان البط مش موجود في حته معينه. برافو. قفشت واحده. قفشت واحده ثاني. مبروك. اكبر هاي سكور في اللعبه كلها. انا نفسي توفي يبقى في حياتي عموما. شكرا جدا. معانا ستة كده في اتنين تانيين. أنا صحيلك حبيب قلبي. يلا نجيب الدبدوب. لو سمحت احنا عايزين ده. اعمل ايه؟ بص افتح الانستجرام بتاعك. انا فاتح الانستجرام بتاعه هو من تليفوني انا وهتوقع صوره هو هيختارها. افتح البيج بتاعتك. يعني انا افتح الانستجرام بتاعي دلوقتي قدامك اهو. ماشي. انا هتوقع صوره. ممكن تمسك الموبايل كده اهو. دلوقتي في كذا صوره ليك انت هنا كتير. ايوه انا معرفش انت هتختار ايه. تمام. بص انا هقلب كده وانت تروح دايس على اي صوره هو بيجري وانت بتقلب. ماشي يلا دوس. ماشي. الصوره دي. ايوه صورتي مع كريس المصري. صورته مع كريس يا جماعه. انا كنت عارف ان انت هتختار الصوره دي. لا انا كنتش عارف بس انا لو خدت الصوره دي من هنا اديله كده موبايله افتح كده شوف انا متوقع اني صوره. هو اللي اختار. ايه ده؟ يلا على الويل. ولا اسمها ايه؟ ولا في الدماغ. هيفي بجد. معانا تكتين. وبالنسبه للفريز ويل انا ساعتها كنت واخدها مع التيكت على شكل كوبون ايام الرخص بقى بس عموما التيكت ب 100 جنيه تقدر تجيبها من التيكتس او كده من بره. التيكتس هناك اهي. اكبر واحده في مصر دي. دي اكبر ويل في مصر فعلا. واو ده انت اكبر بقره شفتها في حياتي. يلا مش هتستناكي. انا خايف. يا لهوي دي بطيئه قوي. الراوند هنا مدتها حوالي 20 دقيقه. البلد اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. شكرا مصطفى. توفي توفي. عايزين نروح الترامبولين. هبب جدا حبيبي. ايه الاخبار؟ الله الله الله.
هو انا ينفع اجرب دي ولا هقع؟ اجرب. يلا توفي انت احسن مرشد سياحي في الدنيا والله. يا لهوي ايه رايك في المكان؟ تحفه. توفي اللي محليه اهو جه. يلا بينا. في اي حد هيجي لك يقول لك هب هب تعرف انه ايه تبعي على طول. هتوجب معاه اللي سكيت فتح وده تلج حقيقي مش شم. ومعانا تكتين هنلعب انا وتوفي. يلا بينا. تلت ساعه ب 75 جنيه اللي تلبس 45. مايكل جاكسون ايه الاخبار؟ صباح الفل. ازاي؟ يلا بينا توفي. معانا كريم بيعوم في الميه. انا بعرف بس يعني ايه كلابي. اتفرج ايوه على السحلية. ايه اوعى اوعى شوف دي وشوف دي. انا بقيت محترف برازيلي واسمر برقصه سامبا. ايه ايه واو برقصه سامبا. برازيلي واسمر برقصه سامبا. ايه واو برقصه سامبا. برازيلي واسمر برقصه سامبا. حلو بس الدنيا هنا غاليه قوي. احنا ما دفعناش فلوس يعني احنا ما شحناش خالص وانبسطنا ولعبنا على قد فلوسنا كوين ولعبنا دي. ولا يفرق معانا حاجه. واو الله 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 الله. شكرا يسرى. شكرا يسرى اللوزي. جامد مكان جامد و100% هتنبسط. بس هل يستحق التجربه وان اجيله زايد وادفع فيه الفلوس دي؟ قولوا لي في الكومنتات وقولوا لي عايزين الفيديوهات الجايه فين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وتابعوني عشان تشوفوا الفيديوهات الجايه. فاشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب 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 هب